الشقيقة والصديقة للشعب الفلسطيني في غزة. لما سيادتك متابع ما يجري في غزة، أنت أقرب منا إلى القلب وإلى الجغرافيا أيضا، يعني من القاهرة. لدينا أكثر من 50,000 مواطن فلسطيني بين شهيد وجريح ومصاب ومفقود، ما زال تحت أنقاض وركام المنازل المدمرة. مصر مشكورة جدا سيادة المحافظ أنها استقبلت عدد كبير من الجرحى والمصابين لعلاجهم في المستشفيات المصرية، من النقص الحاد في المواد الطبية وفي الأطقم أيضا الطبية، وهو مستهدف. الأطباء مستهدفون، الصحفيون مستهدفون، العاملون في المنظمات الدولية مستهدفون، كل شيء في قطاع غزة مستهدف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. نحن في هذه اللحظات التاريخية العصيبة التي نواجه فيها هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية، نشكر مصر على موقفها الثابت الراسخ. نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باسم الشعب الفلسطيني، باسم القيادة الفلسطينية، باسم الرئيس محمود عباس على موقفه الثابت الراسخ الصلب منذ اللحظة الأولى وحتى هذه اللحظة لوقف هذه الحرب بدون أي شروط وبدون أي قيود من إدخال هذه المواد. ومصر مشكورة تعمل كل ما بوسعها من أجل تكثيف وتعزيز إدخال هذه المواد الإنسانية والإغاثية لشعبنا في غزة، وأنا لمست ذلك عن قرب وأتابع ذلك عن قرب أنا وزملائي بالسفارة، وهذا أمر مهم جدا. وفي نفس الوقت نحن كما قلنا يعني مرارا وتكرارا، نحن بالشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية نؤكد بأننا نطالب وقف هذا الحرب على الشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل، وفتح أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل لأرض دولة فلسطين. يوم أمس مجلس الأمن أقر وقف إطلاق النار باعتراض أو بامتناع عن التصويت من قبل أمريكا على هذا القرار، ومصحوب بشروط. يعني هذه الشروط قد تعطل التوصل إلى وقف إطلاق النار أو إلى هدنة، لكن نحن في الشعب الفلسطيني بأمس الحاجة إلى وقف إطلاق النار، بأمس الحاجة إلى هدنة طويلة الأمد. قومي الاتصالات حيتم إنشاء 22 برج في المنطقة اللي هي الشرقية من شمال سيناء، يعني من أول العريش كده وانت رايح على خط الحدود، 22 برج جداد. يعني احنا دلوقتي الفورجي ما بنستخدمه عندنا احنا ان شاء الله بالاوراق ديت، بقى مش عايز اقول بقى فورجي 20 جي مثلا ولا حاجه، نتمنى يعني انما اطمن على موضوع وسائل الاتصال. في اطقم شغاله هنا بصفه مستمره، لان احنا بنعتبر ان الاخوه الفلسطينيين اللي موجودين عندنا هي الحاجة الوحيدة بقى اللي بيطمن عليها هي الاتصالات. وبأكد مع حضرتك انه اذا كان هناك قطع في الاتصالات فيبقى من الجانب الاخر. من الجانب الاخر هي طبعا عارفين في الجانب الاخر، انما احنا الاتصالات منتظمة وان شاء الله مدعمة، بحيث انها ان شاء الله يعني يستفيد منها الاخوة الفلسطينيين والمصريين.